وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. الآية الكريمة بتؤكد أن مياه تساوي حياة، ودي حقيقة فعلا. كوكب الأرض عليه حياة بسبب المياه، وإحنا أجسامنا 70% منها مية. بس برغم ده تعرفوا أن شرب المية ممكن يبقى سبب في إنهاء الحياة؟ في الآونة الأخيرة انتشرت أقاويل أن شرب المية تقريبا حل لكل المشاكل الصحية، من أول نضارة البشرة وصحة الشعر وتأخير ظهور علامات تقدم العمر لحد مشاكل القلب والسمنة والضغط والمفاصل والكلى وغيره، لدرجة أننا تقريبا بقينا طول الوقت ماسكين في إيدينا أزازة مية عمالين بنشرب فيه. اتحرينا نشرب مية، أكلنا نشرب مية، عملنا أي شوية مجهود نشرب مية، ده احنا حتى لو اتكلمنا كلمتين بقينا بنبلعهم بمية. في الفيديو ده هقول لكم حقائق صادمة عن المية وعن أخطرها، بس الأول ما تنسوش تعملوا اشتراك أو سبسكرايب للقناة وتفعلوا زرار الجرس عشان يجيلكم نوتيفيكيشن أو إشعار أول ما ننزل الفيديو الجديد. ويلا بينا نبدأ. المية كلنا عارفين فوائدها، إنها بتحمينا من الجفاف وبتنظم درجة حرارة أجسامنا وبتخلصنا من السموم وبتحافظ على سلامة الأنسجة وغيره. المعدل الطبيعي اللي الإنسان الصحيح البالغ محتاجه يوميا من السوائل هو حوالي 2.5 لتر، ودول كافيين يضمنوا له الحصول على فوائد الميه، والزايد عن ده المفروض الجسم بيتخلص منه عن طريق العرق والبول. وسوائل دي معناها ان من ضمنها اللي بناخده من الاكل او من مشروبات تانية غير الميه في صورتها الصافيه. احنا الاكل العادي اللي ممكن نكون بناكله على مدار اليوم تقريبا بيحتوي على 50% من وزنه ميه، يعني مثلا الرز والبيض 70% منهم ميه، والفراخ والاسماك 60% منهم ميه، والعيش واللحوم الحمراء 40% منهم مية، وخضار السلطة والفاكهة الفريش أكتر من 90% منها مية. ده غير المشروبات اللي تقريبا مفيش حد مننا ما بيشربش على الأقل منها كوبايتين في اليوم، على حسب بقى كل واحد ما بيحب، شاي، قهوة، نسكافيه، عصير، لبن، أو حتى مشروبات غازية. كل ده كده سوائل دخلت جسمنا من غير ما لسه نشرب ولا بق مية بيور. يعني لو كل واحد حاول يحسبها على حسب أكله وشربه يوميا هيلاقي إن مفيش داعي لكميات المية المهولة اللي بيجبر نفسه يشربها كل يوم، سواء لأنه فاكر إن كل كمية السوائل اللي محتاجها لازم ياخدها في صورة المية الصافية نفسها، أو لأنه فاكر إن المية كل ما تكتر كل ما ده كان أفيد. المية ممكن تكون مضرة، ده ممكن تكون قاتلة. أول ما الجسم يشوف المية يتعفر، يفرض عن طريق العرق او البول او البراز او يتعفرط لو شاف الميه. حجم الميه في الدم ثابت، احنا دمنا 5 لتر، قال شربت لتر بقى 6 لتر، لا بقى 5 لتر. طب والميه اللي شربتها ما هي دخلت الدم بس خرجت، فكده لما بتشرب ميه بتزود البول غصب عنك طالما انك سليم. تعالوا بقى اقول لكم على 7 حالات شرب الميه فيها بيأثر بالسلب على الصحه العامه، لدرجه ممكن توصل لتهديد الحياه في بعض الحالات لا قدر الله. التسمم المائي او الزياده المبالغ فيها لنسبه الميه في الجسم، ده اللي بيحصل بسبب تناول كميه كبيره من الماء في وقت قصير، زي مثلا في حالات الحر الشديد او المجهود الشديد زي تمرين او شغل او غيره، وده بيتسبب في انخفاض نسبه الصوديوم في الدم او ما يسمى بالهايبوناتريميا. الحاله دي خطيره وبتتسبب في اعراض كتير، بتبدا بدوخه وصداع وغثيان وقيء، وفي الحالات الشديده منها ممكن توصل لازمه قلبيه او غيبوبه، ولو الشخص كان اصلا مريض او عنده كسور في القلب ممكن توصل لا قدر الله للوفاة، لان نسبة المية اللي زادت في الدم بتبدأ تتنقل للخلايا والخلايا تبدأ تنتفخ، واكتر عضو بيتأثر بده هو المخ. الحالة دي للأسف ممكن تحصل لأي حد شرب كمية مية كبيرة في وقت قصير، خصوصا لو كان عنده مشاكل او كسور في وظائف الكلى وهو ما يعرفش. وعشان كده تم ربط الحالة دي بحالات الموت المفاجئ، خصوصا اللي بقت تحصل للشباب اللي بيتمرنوا في الجيم، لان للاسف معظمهم بقى بياخد مكملات وهرمونات بتضعف الكلى مع الوقت وهو مش واخد باله. طيب راجعين من حر شديد او بعد مجهود شديد وميتين من العطش نعمل ايه؟ الافضل اننا نشرب عصاير فريش، وفي اي حال سواء عصاير او مية الاحسن اننا نشرب دفعات قليلة على فترات متابعة. ومن ابرز العلامات اللي بنستدل بيها على زيادة نسبة المية في اجسامنا عشان نخلي بالنا هي تغير لون البول من اللون الاصفر الفاتح الطبيعي للون الباهت الشفاف. تاني حالة معانا مرضى الفشل الكلوي، شرب المية بالنسبة لهم لازم يكون بحرص، لان الكلى هنا مش بتقوم بوظيفتها ومش بتقدر تتخلص من السوائل بشكل طبيعي، وبالتالي المية ممكن تتراكم في الجسم، وده ممكن يؤدي لمضاعفات خطيرة منها تورم الاعضاء وارتفاع ضغط الدم وفشل القلب.
الشرب قبل النوم مباشرة، لأن ده بيسبب اضطرابات في النوم بسبب الصحيان المتكرر للتبول، خصوصا لو الشخص عنده أرق وصعوبات في النوم، فده هيأثر على صحته بشكل عام. وده برضو ممنوع للناس اللي بتعاني من نشاط زايد في المثانة، لأنه هيزود من فرص حدوث التبول اللا إرادي. فيفضل شرب المية يكون قبل النوم بساعة على الأقل عشان يكون في فرصة للتبول قبل النوم. بعد بذل مجهود كبير مباشرة زي الرياضة أو الجري أو حتى صعود السلم، القلب بيبقى محتاج يرتاح، فلو شربنا مية كتير مباشرة القلب بدل ما يرتاح هيزود حركته أكتر، وده هيزود الشعور بالتعب وفرص الإصابة بالصداع والدوخة، خصوصا عند الناس اللي قلبها أصلا ضعيف. الأطفال الرضع اللي أقل من 6 شهور الكلى بتبقى لسه غير مكتملة النمو، وبالتالي مش بتبقى قايمة بوظائفها بنسبة 100%، وده هيخلي المية تتراكم في جسمهم وهيسبب لهم أضرار خطيرة. شرب كمية مية كبيرة قبل أو بعد الأكل مباشرة أو حتى أثناء ما احنا بناكل بيخفف العصارة المعدية المسؤولة عن الهضم وهضم البروتين بالذات، فده بيؤدي لعسر الهضم وعدم الاستفادة الكاملة من الأكل وبيسبب امساك وانتفاخ. يعني في ناس مثلا بتقصد تشرب كميات ميه كبيره قبل الاكل عشان تملى معدتها فما تاكلش كتير، وفاكره ان كده صحي اكتر، بس بالطريقه دي اللي بيحصل ان النشويات والدهون بس هما اللي بيتهضموا والبروتينات لا، وده بيأثر على صحه العضلات اللي المكون الاساسي فيها البروتين، وبالتالي ده بيأثر على صحه الجسم. شرب المية أثناء الوقوف غلط. في ناس بتقول إنه غلط عشان المية بتنزل في الرجلين، وفي ناس تانية طبعا بتتريق على الكلام ده لأن هي فعلا مش بتنزل في الرجلين، هو فعلا شرب المية وإحنا واقفين غلط، بس عشان ساعتها بتنزل في الجهاز الهضمي بسرعة وقوة كبيرة وتستقر في قاع المعدة. سرعتها دي بتعمل اضطرابات في الجهاز الهضمي خصوصا لو المية ساعة، واستقرارها في قاع المعدة ده بيمنع المعدة من الشعور بالامتلاء والاكتفاء، وبالتالي نفضل حاسين إننا لسه عايزين نشرب أكتر مهما شربنا من كمية، لدرجة ان اوقات بنفضل نشرب لحد ما بطننا كلها تتملي وما نبقاش قادرين حتى ناخد نفسنا. كم واحد منكم حصلوا الموقف ده قبل كده؟ وجدير بالذكر ما ينفعش نكون بنتكلم عن المية وما نجيبش سيرة نهر النيل اللي هو شريان الحياة في مصر، اللي احنا بندافع عنه بدمنا وارواحنا. معرفش ازاي نكون احنا اللي بنلوثه بايدينا. الناس بتلوث نهر النيل، والمصانع بتلوث نهر النيل، والفلاحين بتلوث نهر النيل، واي حد معدي بيلوث نهر النيل، وهما مش عارفين ان في بعض من انواع الملوثات ما بينفعش معاها اي نوع من انواع التنقية. في عناصر ثقيلة زي الرصاص والنحاس وغيرهم صعب جدا المية تتنقى منهم سواء للشرب او للري، ودي طبعا خطر جدا على الصحة وممكن تبقى سبب من اسباب الفشل الكلوي. وجدير بالذكر ايضا ان المية المعدنية رغم انها مفيدة لانها بتحتوي على عناصر مهمة للجسم زي الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم، وانها نقية وما عدتش على مراحل التطهير الكيميائي، الا ان لها اضرارها بسبب تعبئتها في ازايز بلاستيك مضرة بسبب مركبات البوليإيثيلين او المايكروبلاستيك اللي تراكمها بيأثر بالسلب على الغدد الصماء، وبالتالي بيعمل اضطرابات هرمونية، ومركبات ثنائي الفينول اللي بيأثر على الخصوبة والانجاب، ولو قدر الله ممكن يوصل للسرطان، وبسبب ان حمضيتها عالية فممكن تسبب تآكل لمينا الاسنان، وكمان الاكثار منها ممكن يؤدي لتكون حصوات في الكلى. اما مية الفلتر فهي نقية، ولكن مشكلتها انها بتحرم الجسم من العناصر والاملاح المفيدة اللي في المية، ده غير المشاكل الكبيرة اللي ممكن تحصل لو الشمعات ما اتغيرتش في مواعيدها، لان كده هتبقى جرعة ملوثات مكثفة متحوشة، وده طبعا خطر جدا. ده غير المشاكل اللي ممكن تحصل بسبب تحويش المية في خزان الفلتر لفترات طويلة، ده بيخلي البكتيريا تنمو عليها، وده ممكن يسبب جرثومة معدة او نزلات معوية وغيرها. قولوا لنا بقى بعد الفيديو ده انتوا تفضلوا تشربوا مية الحنفية ولا مية الفلتر ولا المية المعدنية؟